المستوطنون يقتحمون الأقصى من جديد بحماية كاملة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. لا ينقص المستوطنين عناوين دينية للمناسبة، فهو عيد نزول التوراة العبري عندهم. أعياد قديمة جديدها تعمد الدخول للأقصى من قبل تيار الصهيونية الدينية وجماعة الهيكل المدعومين من الحكومة اليمينية. تغلق بوابات الأقصى على الفلسطينيين ويسمح لمجموعات يهودية ببدء طقوسها بالرقص والغناء والصلوات في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا لباحات الأقصى. تحركات المستوطنين هدفها بحسب الفلسطينيين التوطئة لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى بهدف جعله مكانا مشتركا بين المسلمين واليهود تحت عنوان حرية ممارسة الشعائر الدينية ودون الحديث هنا عن احتلال إسرائيلي. وذاك ما وقع سابقا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل وما تحذر منه أوساط فلسطينية. تنفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها تغيير الوضع الديني للأماكن المقدسة، لكنها تؤكد غير مرة أنها صاحبة السيطرة الكاملة على القدس في ظل استمرار غياب عربي وإسلامي عن تحرك يوقف التغول الإسرائيلي.